احنا كنا لسه بنتكلم عن الطريق الى ايلات، وده واحد من الافلام الباقيه في ذاكره السينما المصريه، وعلى مر الاجيال لازم تقعد وتشوف الطريق الى ايلات. عايز اسال حضرتك، هل فكره كانت الخروج من الاستوديو هي كان فيها مثلا موضوع معين بيشدك عشان عايز الطريق الى تخرج ايلات؟ بره؟ اه لا، انا هقول لك، هو طبعا انا جيل اللي حضر نكسه 67، ودي كانت مؤلمه جدا بالنسبه لنا، لان احنا كنا متقدمين قوي قوي، وفجاه يعني وقفنا. ف انا قريت في الجرايد اياميها سنه 69 و70، هم مش زي الفيلم، هم 5 عمليات، احنا عملناهم طبعا عمليه واحده دراميا يعني. فحلمت هل استطيع يوم اعمل لهم فيلم، لان انا كنت مهتم قوي وانا صبي بافلام ايستر ويليامز اللي تحت الميه دي في الخمسينات طبعا. فلما بقيت مصور محترف وكده، رحت عملت فيلم مع علي عبد الخالق اسمه اعدام ميت في سيناء. حضرتك عملت سلسله مع المخرج علي عبد الخالق من الافلام، اكتر مخرج اشتغلت مع علي عملت معاه 19 فيلم، هو عمل 40 فيلم اهمهم نص طبعا تاريخه تقريبا العار اهمهم يعني. لما رحت سيناء كانت ده سنه 84، لقيت نوادي الغوص كان ماسكنها المان. كان السن انا اياميها 40، قلت لهم انا ممكن في السن ده اتعلم غوص؟ فقالوا لي ممكن. اتعلمت، اول ما نزلت تحت الميه قلت ايه ده، عندنا كل ده، كل الجمال ديت مفيش حد بيصوره؟ بيصور. فابتديت بقى اتعلم غوص وافكر في الكاميرا وكده. لما عملت افلام مغامرات زي جزيره الشيطان ده كان كلها تدريب ليا تحت الميه، عشان انا غواص جديد يعني. لما بقيت حاسس ان انا فت يعني خلاص متمكن من الغوص بالكاميرا، ابتديت افكر في ايلات. فرحت المخابرات الحربيه وطلبت منهم، وافقوا، والفيلم طال طلع في يعني مجموعه كبيره من الافلام. لكن عايزين نرجع بالذكريات شويه، هي فكره التصوير جت ازاي ومين كان يعني قصدك تحت الميه ولا عموما؟ عموما ابتديت المشوار ازاي؟ لا، ما دي حكايه بقى. انا صديق عمري ميمي اللي هو المخرج محمد خان، ده صديق عمري، لان من اطفال ما احنا اطفال حابين السينما مع بعض، وده سبب والدي ووالده اصحاب وبيروح بيحبوا السينما وبياخدونا معاهم. فكنا نروح في البيت نمثل اللي طبعا افلام حرب، نمثل الحرب يعني ضرب وحاجات كده بتاع. بالتدريج ابتدت نهتم بالموضوع، نهتم بكذا بتاع. محمد سافر سنة 59 لوالده، ما بقاش عنده شغل في مصر، ولما راح عشان يدرس في لندن هندسة قال لي أنا حدرس إخراج، أنا عاوز أبقى مخرج. وانا قلت له انا حدرس تصوير، اللي اتفتح معهد سينما في مصر. وفعلا الاتجاهين يعني هو اخراج وانا تصوير مشوا مع بعض. يمكن العلاقه القديمه دي بينكم هي اللي كانت بتعبر عن الرؤيه، العلاقه اللي ما بين المخرج والمصور من زمان، والصداقه بالزبط. دي كانت بتعبر عن رؤيه ومعاني معينه بتقدموها في افلامكم. بالظبط، ده كمان قربتنا قوي لبعض. لان هو كان، انت عارفه لندن سوق مفتوح للافلام، كان يبعت لي جوابات الافلام اللي مش ممكن تيجي مصر ويحكي لي عليها. وانا شايل الافلام دي يعني الجوابات دي شايلها عشان زي الكتب. فهذه العلاقه اللي استمرت كل هذه السنين دي، لا شك ان هو يعني اتعطل شويه انه يبقى مخرج. انا ابتديت بعد ما اتخرجت من معهد السينما اشتغل، و لحد ما هو قرر انه يرجع مصر مهما يكن يعني. وعملنا اول فيلم بقى اللي هو ضربة شمس.